اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وما زلنا مع حضراتكم في اجازه العيد، والنهارده مع بعض ما زالت اللحمه تتوافد علينا. معانا لحمه مفرومه النهارده ومعانا كبد، واحنا قاعدين مع بعض كده لقيت السوشيال ميديا بيكلمونا وفريق العمل الجميل شيف بوغاز، الناس زعلانه مننا وعايزين نشوف مع بعض اكله صحيه في ايام العيد، واحنا في نهايه طبعا ايام العيد فلازم ان احنا نعمل شويه اكلات صحيه. فهنعمل النهارده الكبده الضاني مع التورلي، حاجه جديده يعني تشكيله من الخضار، هتاخد كبده ضاني وتاخد شويه بهارات حلوين، خاليه من الزيوت خاليه من الدهون، وتدخلها الفرن، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. الرواق مطلوب مننا، طري ولا ناشف، هما الاثنين زي بعض والطريقه واحد، ولكن الرواق الطري سهل شويه. معانا النهارده رواق باللحمه الضاني المفرومه، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، ياخد الفليفر والطعم بتاع الجبنه الرومي والتركيه بتاعه الشيف المغازي. معانا كمان بمناسبه الحر والصيف، وانا متاكد ان ما زلنا نتوافد وجبران الخاطر ونعيد على بعضينا، معانا النهارده ايس كريم المانجا. بالايه يا عم الشيف؟ بالايس كريم المانجا. هنعمله النهارده مع حضراتكم او سموزي المانجا بالايس كريم. معلش يا استاذ رحاب، سموزي المانجا بالايس كريم، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، ويفضل الايس كريم هنا يكون ايس كريم فانيليا. في اطفال معانا على السفره واحنا ما زلنا في الاجازه، فانا هعمل لحضراتكم النهارده نوع بطاطس سلطه جميل جدا، مش هتتقلي في الزيت، البطاطس دي هتتسلق وهتتعمل على طريقه الشيف المغازي، طبق سلطه هيعجبكم ان شاء الله. مقادير السموزي على الشاشه، يلا اتبسطتوا. ها معانا مانجا، معانا كريم شانتيه في المقادير او ايس كريم فانيليا، حاجه من الاثنين، يا كريم شانتيه واخد طعم الفانيليا. عيني، حاضر يا فندم، اهي حاضر. اه المانجا مش باينه، يا نهار ابيض، ما اكلتش مانجا السنه دي ولا يا فاروق؟ لا بجد، لا لا اهي المانجا يا فاروق، مانجا مقطعه بس شكلها حلو، شفت عامله ازاي؟ انت عايز تشوف المانجا، مانجا بالمانجا، معانا مانجا انا في الكنت. اه يا عم انا عارف انت عايز ايه، انت عايز تمسك المانجا زي انا بعملها كده، ادوس عليها جامد وفي الاخر اه يا فندم اهو المانجا اهي. مقادير السموزي على الشاشه، مانجا ومانجا مصريه اهي زي الفل، ومعانا كمان ايس كريم فانيليا، معانا تلج، دول كله هيتضرب في الخلاط، وشويه فانيليا، مانجا بشاري المانجا وحلاوه المانجا مغرقه مصر اهي، بيجوا السياح ياخدوها معاهم في المطار كله مليان مانجا. اه حلو، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الخلاط؟ خلاط جديد اهو، حلو اهو، تمام. بسم الله. نعم عادي، ممكن تحط ايس كريم مانجا، مش عايز ايس كريم فانيليا، حط ايس كريم مانجا زي ما انت عايز يعني. حاضر. تلج، ايس موز، الله يا شيف مغاز، التلج هيكسر، الخلاط هيكسر التلج ده بعون الله. وهنا كمان الكريم شانتيه او الايس كريم فانيليا، ده وده عشان بنتكلم ايه المصداقيه. اه ومعانا المانجا متقطعه زي الفل، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. اه لا انا عايزك بقى تستفيدي بوجود المانجا الايام ديت، تخلليها تعملها مربى، تخزني منها شويه شهر رمضان تعملوه عصير. اه خلي بالك، والمانجا اللي تتخزن اللي هي ما فيهاش خيوط، في مانجا لحم كده حلوه لطيفه، عندنا المانجا 50 نوع الحمد لله، الارض الطيبه يعني فيها كل حاجه حلوه. اه زي ما قلت لحضراتكم السياح بيجوا ياخدوها هدايا. اه والله ليا اصحابي يقول لك كنت جاي جيب لي معاك مانجا يا شيف، حاضر يا باشا، بس وعايز مانجا، لان المانجا اللي في مصر للامانه قبل ما اشغل الخلاط انا سافرت العالم كله بحكم شغلي سابقا يعني، مانجا وبصل اخضر سافرت ما فيش اطعم منهم في اي مكان في البقعه الارضيه غير في مصر، يعني الحاجتين دولت، واللي بيسمعنا دلوقتي يصدق هذا الكلام او لو يصدقه لازم يسافر زي كده ويقول التجربه دي. هنقول الضرب ده في الخلاط اهو، اسف لازعاج صوت الخلاط. لحمه الكندوس فيها دهون، فاذا نجيب حته ايه كبده ضاني حلوه كده لطيفه وزي الفل، مع خضار
حاضر حاضر اديك واحد كاس مانجا. او 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 ايه الجمال ده، ايه الكوام ده، ايس كريم فانيليا او كريم شانتيه بطعم الفانيليا. او او ارفع ايدي، حاضر يا فندم، وده عند الكرين الله يسامحك. او او الف انا وشيف. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى، على شاشه القناه الاولى. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل عام وانتم بخير، وكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا في انحاء العالم كالعاده على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في المناسبات كلها بالسايبينكم. في العيد اكتفي طبعا بكل انواع اللحوم اللي عملناها، سواء اللحوم الشرقيه والشعبيه والاكلات الشرقيه والشعبيه العالميه، بس بدناش حاجه من راس الخروف لغايه العكاوي عملناها. عملنا النهارده طاجن تورلي بالكبده الضاني صحي عشان اللي عايز اكل صحي في ايام العيد. عملنا كمان صينيه رقاق، بالامانه هي ما فيهاش دهون كتير، هي لحمه ضاني فيها دسمه شويه مع الرقاق بتاعنا اللطيف، غاليه من الشوربه يعني. وعملنا سلطه بطاطس للاطفال الحلوين فيها الطعم والفليفر المصري بخفه دم مصريه. عملنا سموزي المانجا بالايس كريم لطيف وجميل، ومعانا كمان مانجا طازه اللي عايز ياكل مانجا، وكل البيت مانجا. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.